الفئران والكولا. في دراسة عجيبة وغريبة كده عملها علماء من البرازيل على الفئران باستخدام المشروبات الغازية، فالعلماء قسموا الحيوانات لثلاث مجموعات حسب السن، شهرين وثمان شهور و14 شهر، وقسموا كل مجموعة من المجموعات دي لجزئين، جزء شرب كولا والجزء الآخر شرب ماء، وده عشان يدرسوا كيفية تأثير المشروبات الغازية دي على الدماغ. وتم اختيارها بالذات في الدراسة بسبب انتشارها في النظام الغذائي للعديد من البشر. وبعد 57 يوم العلماء دخلوا الفئران دي في اختبارات المتاهة، ولقوا ان الفئران اللي شربت المية كانت زي الفل، لكن اللي شربت الصودا وخصوصا الصغيرة اللي كانت بتتراوح اعمارها بين شهرين وثمان شهور كانت بتعاني من ضعف في الذاكرة، او تقدر تقول كده ضعف القدرات المعرفية، او بمصطلح اخر الفئران دماغها باظت. وبعد 10 ايام قتلوا الفئران دي بطريقة رحيمة عشان يتمكنوا من دراسة التغيرات في ادمغتها، واظهرت الدراسة ان ادمغة الفئران اللي شربت الصودا اصيبت بضرر في القشرة الامامية، ودي اللي بتتحكم في الوظائف العقلية الحيوية زي الانتباه والذاكرة. ومش بس كده، ده اثرت على الحصين، وده اللي بيلعب دور مهم في الذاكرة والتعلم. وعلى حسب العديد من الدراسات فالسكريات الموجودة في المشروبات الغازية دي بتؤدي للإصابة لأمراض مختلفة زي أمراض القلب والكبد وتسوس الأسنان ومرض السكري. وفي دراسة جديدة أظهرت إن شرب المشروبات الغازية دي باستمرار والفترة طويلة بيرتبط ارتباطا مباشرا بصحة الدماغ والمشكلات السلوكية. لو أول مرة تشوف الفيديو يبقى لايك وشير واشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.